ينبغي التفضل لهؤلاء ولهؤلاء، والتمييز بين العلماء الذين هم أهل السنة والعلماء لهم أدعية على السنة، كما في هذا العصر الآن وناس يقول نحن سلفيون، قال بعض الناس لا يفرق بين السلف المعاصرين وبين السلف المتقدمين. سلفية المعاصرين يقول نحن سلفية ويعرفون بالجهمية، هؤلاء جهمية على مذهب الجهم بن صفوان، على مذهب الجهم بن صفوان، لأن يقيدون نواقض الإيمان بالاعتقاد والجحود والاستحلال، وهذا مذهب الجهم بن صفوان، هذا مذهب الجهم بن صفوان، يسمون أنفسهم سلفية، يجعلون هذا غطاء لبدعنا مع عمالتهم وشرهم الآخر، لكن هذا جانب من جوانب اعتقاد وتصور، وأن هؤلاء على مذهب الجهم بن صفوان ليس على مذهب السلف الصالح. السلف الصالح شيء يعني فيما النزاهة فيما العفة، وهؤلاء شيء آخر لا في العقائد ولا في السلوك. والثاني إن هذا الرجل هو أول الخوارج، سيخرج من شكله بأسلوبه هذا وطريقته في الكذب والشك والجور والظلم والطعن في الإسلام وأهل الإسلام، جماعات متواصلة متوالية حتى يخرج آخرهم مع الدجال، هم الخوارج، هم اليوم الدواعش والإخوان أمثالهم أصحاب الدنيا، فأول ما يطعنون بالعلماء أهل العلم وسند الشريعة، وهذا مستمر سائر الأزمان والأماكن، وهذا صد عن سبيل الله وعن دين الله. إذا طعن في أهل العلم وأهل الفتوى والأكابر أين يتجه الناس؟ يتجهون للضالين والدجالين وطلاب الدنيا، هذا طعن في سند الشريعة. فهذا الرجل طعن في النبي صلى الله عليه وسلم واتهمه على قسمة الغنائم، وهؤلاء الخوارج يطعنون في العلماء، يتكلمون فيهم بكلام قبيح، يقول هؤلاء علماء السلطان، هؤلاء منافقون، هؤلاء أصحاب مناصب، هؤلاء كذا، وهم اللي تسمعوني يقولون عن العلماء بكذا وكذا، الجامية علماء السلطان، المداهنون اللي كذا اللي كذا، يريدون أن يطعنوا في سند الشريعة ويصدوا الناس عن الإسلام ويجعلوا الناس يتبعوهم لتحقيق أهوائهم ومصالحهم في طلب الدنيا، فهم طلاب دنيا تظاهروا بالعبادة والجهاد وكذا لتحصيل الدنيا والملك والمال والنساء وغير ذلك، مثل ما تسمعون من أخبارهم في الشام والعراق كيف فعلوا الناس من الجرائم والإفك والكذب والقتل والنهب والسلب واستعباد النساء إلى غير ذلك، فهم أعداء الإسلام وأعداء أخص أهل الإسلام الذين هم العلماء سند الشريعة ومرجع الناس الذين أحال الله عليهم بقوله فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولا في التعامل مع الآخرين، وأيضا في جانب آخر مع العلماء والدعاة خوارج، لكن مع الطواغيت والمرتدين مرجع وجهمية، فهم ليس على شيء مذهب السلف الصالح إلا الاسم، حفظوا الاسم وضيعوا المعنى. مع الحكام بينا لهم أننا مع الذي شرع الأحكام والتي جعل الكفر قسمين إلى آخره، فلسنا مرجعة إلا بالنسبة لهؤلاء الذين يسمون الأشياء بغير أسمائها، وأخشى ما أخشى أن يشملهم وعيد قوله عليه السلام في غير هذه مسألة يسمونها بغير اسمها. ابن بدران الحنبلي ذكر في مقدمة الفقه يقول أن بعض فرق الخوارج كانت تلمز أهل السنة بالإرجاء. نعم نعم ما في شك، يعني فهل يعني أي إنسان يرمي المعتدلين بالإرجاء فإنه يميل إلى رأي الخوارج، يعني يكون فيه رأي وعرق. نعم نعم يكون فيه عرق من الخوارج.